حجيت سنة من السنوات الواحد وأكملت الحج كامل مفرد طبعا، وكان معي رفيق قال سوي عمره، رحنا طال عمرك أحرمنا من الميقات اللي على خط المدينة منورة، نعم. ورجعنا سوينا العمرة، وأنا أنوي هذا اللي حجيت له تنويها للي حجيت له؟ نعم، وطفت طال عمرك وسعيت وبقي علي شوط وتعبت فطلعت ولا عدك مل، وش علي يا شيخ؟ لا ما تمت العمرة وقد أحرمت بها، يلزمك إتمامها، يلزمك أن ترجع إلى مكة وأن تؤدي السعي. أنت قصرت في السعي أو الطواف؟ السعي. لا في السعي واحد شوط واحد بس. إيه يلزمك الرجوع وإكمال وإعادة السعي من أوله، لأنه فات الترتيب وفاتت الموالاة، فتعيده من أوله وتقصر من رأسك بعده لتكمل عمرتك. إذا كان حصل منك جماع في هذه الفترة يجب عليك أيضا أن تذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم. نعم الله يجزاك خير. بس